يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإقسام بسورة من سور القرآن مثل وسورة الكهف هل يجوز؟ وهل يجوز أن يقول والكهف؟ لا، والكهف لا، أقول وسورة الكهف أو آية من السورة يحلف بها لا بأس بذلك، لأن القرآن كلام الله، كلامه صفة من صفاته، والحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته. نعم.